الفوبيا، ذلك شعور الخوف الشديد والارتباك والقلق وزيادة نبضات القلب، ممكن تصل في بعض الأحيان إلى الإغماء أو ارتفاع في ضربات القلب والضغط وغيره. الله يعين كل واحد يعاني من فوبيا معينة، بس إيش هي أغرب أنواع الفوبيا؟ خلينا نسمع أجوبتكم مع زميلنا مبارك فيقول رأيك، وبعدين نرجع نعلق أنا ومها. من المرتفعات، بس ان قد مره صارت ان كنا طالعين في مكان مرتفع، ف من بعدها هي وانا صغير بعد من بعدها انا اكتشفت انه لا انه في خوف بزياده، خاصه من اقرب مثلا عند المنحدر او شيء زي كذا، لا يبان خوف بزياده مره. والله في كثير لفاعي اكثر شيء لفاعي، يمكن من الاحلام صرت اخاف منها من ارض الواقع. ايه والله من سالفه الدم عندي فوبيا شويه، اكتشفتها لما وديت بنت خالتي الصغيره المستشفى، لما قاعده يخيطونها ضربني دوار وطحت يعني. طيب تمام، شو اسمك؟ كنزي. عندك فوبيا من شيء معين تخافين من شيء؟ ايوه. اللي هو؟ الحشرات. يعطيك العافية. شكرا زميلنا مبارك، يعني شفنا ان فوبيات الناس تختلف من شخص لاخر، اعتقد انه جواتنا في فوبيات من حاجات بديهية. الوزغ، كلنا عندنا فوبيا من الوزغ. صح. السبايدر اكيد. ايه. اللي هو العنكبوت الكبير ده، او اي حشره شكلها يخوف. صح صح. ال 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 يعني ال السبايدر او الخوف من العناكب بالتحديد ترى لها اسم، هي فوبيا لحالها اسمها شو اسمها؟ اراكنوفوبيا، اظن اسمها اراكنوفوبيا. والخوف من المرتفعات اسمها اكروفوبيا. والخوف من الاماكن الضيقه اسمها كلاستروفوبيا. صح. فهي لها اسامي، حتى اتذكر انا ليش يعني عندي هذه المعلومات، لاني قد تكلمت عن هذا الموضوع في السوشيال ميديا واكتشفت انه في ناس عندها فوبيا من اشياء غريبه. صح، يمكن يعني هذه اشياء متعارف عليها جدا ريم. في ناس عندهم في فوبيا واقروها حتى في الدكشنري الامريكي وصارت يعني متعارف عليها، فوبيا من الثقوب، فوبيا الثقوب، لدرجه انهم ما يقدرون يمسكون فراوله ويناظرون فيها لان فيها الفراوله فيها السيدز برا او البذور حقتها برا، فما يقدرون يناظرونها. مثلا الثقوب اللي تكون في خلينا نقول اللي مثلا في البحر حقت الرمل، الرمل او يعني اي ثقوب تجيهم قشعريره ما يحبون. في ناس عندهم فوبيا من الكلاونز او المهرجين، انا ما احب المهرجين الصراحه، كلنا ما نحب المهرجين. المهرجين يعني يسببوا لي رعب، حتى يوم كنت صغيره كنت اصيح نار لما اشوفهم. ما اعرف الان ترى الصغار الان في سن معين عشان يتقبلوا فيه المهرجين، لكن لو جبتيه لطفل عمره 3 سنين اقسم بالله ما يتحمل، يعني ما يتحمل، لانه دائما اشوف يمكن في افلام الرعب. افلام الرعب سوري يعني، بس هذا الصدق. لكن الاشياء اللي انا فعلا ما احبها واخاف منها اللي هي الاكروفوبيا والكلاستروفوبيا، اللي هو الاماكن الضيقه، المصاعد، الاماكن اللي كذا ما احبها، احس جني كتمه دوخه. الاماكن المرتفعه ما احبها، ما احب يعني رجولي ما تشيلني اذا طلعت. مع انك شخصيه مغامره يا مها. انا مره مغامره، انا ما بس ما احب يعني حتى لما رحت بانجي جامبينج يعني ما احكي لك، انا كتب لي عمر جديد لانه بغت تجيني سكته من الخوف مو من شيء. فيعني في اشياء كثير ممكن نخاف منها. ايش الاشياء اللي انت تخافين منها يعني؟ اشياء غريبه. الاشياء اللي ذكرتيها دي الطبيعيه اللي هي الاماكن الضيقه توترني، المرتفعات ابتعد عنها مره ما احب، يعني احس انه حتى ما اقدر احرك رجولي، ما اقدر امشي يعني. ففي اشياء اخرى يعني، انا عندي مثلا اصبح للاسف عندي فوبيا من المسابح بحكم حادث تعرضت له في المسبح، مع انه انا صغيره كنت سباحه ماهره يعني، بس بعد الحادث ده يعني المسبح صرت كذا اتوتر لما اشوفه يعني، او اشوف اطفال يجروا حوالين المسبح ما اتحمل، ما احب اروح مكان فيه مسبح مفتوح يعني مثلا. فهذا الشيء مثلا يعزيني او يقلقني. بس تدري المهم في الموضوع يا مها، انه موضوع الفوبيا اللي الناس يعانوا منه حتى لو كانت اشياء احنا نشوفها تافهه او تضحك، المفروض ما نضحك عليها، ما نستخف فيها، ما نستخف فيها. صح. وما ندري معاناه الانسان ده اللي بالفعل بيعاني من ده الموضوع، ترى ممكن بالفعل تكون قاتله. صح. يعني ممكن خوفه من هذا الشيء اللي احنا نضحك عليه ونتريق عليه او نأذيه فيه، ترى ممكن يموت فيها، لانه صح. بالفعل بيكونوا بيعانوا منها ويحتاجوا علاج. صح صح. في فوبيا مره غريبه، وهذه من ضمن الموضوع اللي انا قد تكلمت فيه مره على السوشيال ميديا، النوموفوبيا. النوموفوبيا هو فوبيا انه انت جوالك يضيع او يطفي بطاريه
أو ما تلقينا يجيك هبوط. أنا من الناس اللي عندي هذه الفوبيا، وتوقع كثير مشاهدين كثير إحنا عايشين هذا. أنا مرة كنسلت طلع لأني نسيت الشاحن حقي وجوالي طفى، رجعت كنسلت، حتى ما قدرت أكلم الناس أقول لهم أن أنا كنسلت، يعني وقفت حياتي عشان جوالي ما في بطارية فعليا. وتنكت وذاك صدري، يعني حتى خفت ما ادري ليش خفت، مع اني انا في نص الشارع وفي يعني في نص النهار طبيعي الوضع، بس ما اعرف ليش خفت. في ناس ممكن فعليا توقف حياتهم اذا ضاع جوالهم، تجيهم يعني خلنا نقول زي الشوك او صدمه اذا الجوال ضاع او خرب او طفى بطاريه. فالنوموفوبيا هذه كمان من الفوبيات اللي معترف فيها وصنفوها من الفوبيات اللي موجودة الآن، وكثير من الناس يعانون منها. ما أدري ريم أنت عندك هذه الفوبيا ولا عادي؟ تعتبر فوبيا جديدة يعني، خلينا نقول مواكبة. بالضبط مواكبة. الله يعلم في المستقبل إيش تطلعنا فوبيات كثير يعني أخرى، ولكن تعلق الإنسان بجواله اليوم اللي هو أصبح حياتنا، يعني الجوال نتواصل فيه ونعيش فيه وتوكلنا كل شيء، يعني الحياة مرتبطة بالجوال. أنا شخصيا أحب التلفزيون ما زلت أكثر من الجوال، وشاهد يعني كذا اخترع لك فوبيا جديدة. لو ما في تلفزيون أتوتر، لو أروح مكان ما في تلفزيون أتوتر، ما أحب شغل. لو في تلفزيون ومقفول لا ما أتحمل شغل التلفزيون، حتى لو كان الصوت واطي شغل التلفزيون على الأخبار. بس أهم شيء يكون فيه في الباك جراوند تلفزيون، لازم يعني التلفزيون صديقي حبيبي. كيف التلفزيون؟ لا ما أقدر أعيش من غيره. فما أدري هل هي تعتبر فوبيا ولا لا، إذا ما في تلفزيون بأتضايق. أتمنى أنه يكون لا. بس تتوقع أنه الناس اللي بيعانوا من فوبيا هل المفروض أنهم يتعالجوا ولا خلاص أنا عندي فوبيا وأتحملوني؟ يعتمد ريم، يعني أنا أعرف واحدة عندها فوبيا، يعني كذا فوبيا، يعني ثلاثة في واحد أتوقع. كان فوبيا المرتفعات، فوبيا الكلاستر فوبيك اللي أقول لك اللي هو الأماكن المغلقة، وفوبيا ثانية ما أدري وش كانت. بس إنها يعني هذه كلها البنت وصل عمرها 35 سنة ما عمرها ركبت طيارة. ما عمرها ركبت طيارة ولا عمرها تفكر تركب طيارة. بس هي عمرها ركبت عشان يصير عندها فوبيا؟ لا، بس إنها تقول لك الطيارة لو صار شيء وين أروح؟ أمر الله. تقول وين أروح؟ صدق يعني هي عندها وجهة نظر، بس يعني إيش أسوي؟ يعني حتى يمكن تكلمنا عليها كثير، قلنا لها حوادث السيارات أكثر بكثير من حوادث الطيران، وما لي دخل. تقول ما لي دخل في الدراسات، أنا ما أقدر، أنا ممكن تجيني كتمة وإحنا يعني الطيارة ما صار فيها شيء، أنا ممكن أتنكد يعني. فليش؟ فمسكينة حتى سفرها خارج المملكة تمسك خط تروح بالسيارة فعليا، يعني اوفر ثينكينج. شوف دائما الواحد لما يفكر في الحاجة زيادة عن اللزوم تحتاج علاج. يعني ردا على سؤالك، صح، هذه اللي حارمة نفسها وجالسة يعني تصعب حياتها، لا تحتاج علاج. بس اخاف من العناكب، لا راس مال فليت يعني عادي. شوفي، طب انا اقول لك لو، وهذه تحصل للاسف، يعني لو مثلا جاء وقت النوم حقك وداخلة تنامي واكتشفتي انه في الغرفة في انتم ما ادري يسموها برعصي، اللي هي الزواحف، وزخ، ما ادري ايش يسموها، برعصي، لا اسمه باطور ريم. ايش اسم اختي؟ باطور. هذا وتدري هذول يختفوا، تدخل الغرفه خلاص لمحتي انت. لا ما انام، اروح اخذ اوتيل. بالضبط، لا اروح اخذ اوتيل. ما حتقدري انك، مستحيل تنامي الا لما تشوفيه بعينك خرج، او المشكله لما يختفي. ولما يختفي مستحيل انك حتقدري تنامي، مستحيل. يعني ذكرت تجربه مريت فيها، كنت ساكنه في شاليه وكان في فار يطلع لي دائما في الليل. فقاعدة أراقب الفار متى حيطلع، ماني قادرة أنام لأنه فترة الصباح ما أننا قادرين نصيده، يعني طب من فين بيطلع ما أننا عارفين يعني. بعدين اكتشفت أنه بيطلع من التسليك حق الغاز، الله. كان مستخبي هناك. وبعدين هو صرنا فترة أصحاب، تقبلت الوضع، اضطريت أني أتقبل يعني. صرت توكلين أطلع الأكل وباجي من برا ألاقيه ما شاء الله آكل الموز وآكل الفواكه، فبيقول لي أنا موجود. فعرفنا محل وزي كده. بس أتذكر مريت بالليالي صعبة، يعني كنت أستنى كده أطالع وأفتح الأنوار عشان لا يطلع الفار. فكل واحد عنده. أفهمك ريم، أنت ذكرتيني سالفة والله قبل فاصل خليني بقول السالفة. أنا مرة فوقت الحجر، والله كان أذكرها، كان حجر كامل يعني ما كنت أقدر أطلع، حتى من بيت ممنوع أنك تطلعين. ف يعني تكرموني كرون سامعين، شفت الحشرة اللي كلنا نكرهها هذيك السوداء مرجول، ما بقول حتى اسمها، الصرصور، شفتها ريم. أنا يعني حقيقي طلعت في الشارع، أنا ما أدري كيف طلعت في الشارع، من يعني من خمس ثواني أنا لقيت نفسي في الشارع. فحقيقي أنا هذه يمكن من الحشرات اللي ما أتقبلها. ممكن أنا عندي فار يهون
ولا اشوف الصرصور يعني في المكان، فافهمك يعني احنا يمكن شوي في بعض المواضيع نحتاج علاج مو لهالدرجه. بالضبط. ف موضوع الفوبيا موضوع كبير، وفي بعض الفوبيات الصراحه تحطك في مواقف لا تحسدون عليها. بالضبط، يعني نتمنى انه ما الناس ما يتعرضوا للفوبيات، خصوصا احنا في الفوبيات الخفيه هذه اللي ما نفكر فيها دائما، بس لما تيجي في وقت قدام الناس تبان الحقيقه انه انت عندك فوبيا من هذا الموضوع، زي الناس اللي عندهم فوبيا من البسس، يعني صراحه استغرب انا. صح. فنشوفهم كيف بيتعاملوا مع هذا الموضوع ويكونوا مرة في موقف محرج الله لا يحط أحد فيه. عموما مكملين معكم فقراتنا، ولكن بعد فاصل قصير. بعد الفاصل، تتدخل الأم في حياة أبنائها الزوجية، هل يدخل ذلك ضمن التخبيب؟